ان شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليكم حقيقه نداء الخيري، ما شاء الله عليكم بنغطي فعاليتهم اليوم. شوفوا تابعوا معنا، هذا هو مجمع السلطان قابوس الرياضي، وهنا مبادرة إفطار صائم لولاية بوشهر لفريق نداء الخير. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم فريق نداء الخيري لولاية بوشهر. هذول الشباب المتطوعين في توزيع هذه الوجبات لإفطار صائم. كم وجبة تقريبا توزعوا في اليوم؟ تقريبا من 450 إلى 500 وجبة. 500 وجبة. 500 وجبة. وهذه الوجبات كلها من يقدم لكم إياها؟ والله بعض المتبرعين. متبرعين أشخاص. متبرعين. أيوه. أشخاص. أيوه. تقدموا لبن وماي. وعصير. صنع متبرع. ما شاء الله. والعصير. تمور. تمور. وأيضا إيش وجبة رئيسية اللي تقدموها؟ رز مع دقائق، مرة مع نحم. ما شاء الله ما شاء الله. في بعض الوجبات مختلف الوجبات فيها يعني مش واحد يعني. ما شاء الله يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. ممكن أربع أصناف. وعندهم أيضا خدمة الشباب ما شاء الله عليهم، يروح يوصلوا وجبات أيضا لحراس الأمن في بعض المؤسسات والمنشآت وأيضا سكنات الطلبة، تروح توصلوا بعد ما شاء الله. يا الله يعطيكم العافية، توصلوا لهم لأماكنهم بعض يا بس يكونوا مسجلين عندكم واختاروكم مسبقا يعني. ايوه راح جايونا وصلونا الى هنا، قلنا لهم ما يحتاج يجي على اساس يكون ما في زحمه، ما يكون في زحمه انتم توصلوا لهم. وصلناهم الى المكان. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. هذه الوجبات كلها شاحنينها للممرضين، الممرضين في في المراكز الصحيه، مراكز صحيه والمستشفيات اللي المستشفيات اللي قريبه منكم طبعا. طبعا في الولايه. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. في ميزان حسناتكم، في ميزان حسناتكم. بعض المعلومات مهمة جدا، الجماعة هذه الخيمة اللي يستخدموها لإفطار صائم صغيرة جدا، فلذلك أتمنى حقيقة من أصحاب الشركات اللي عندهم شركات الخيم هذه يتبرعوا بخيمة لمدة 30 يوم للفريق يستخدموها لتوزيع هذه الوجبات. اثنين، متخيلين معاي كيف الناس تستفيد من هذا المشروع الخيري؟ هذه الوجبات اللي تقدم للصائم هي من الأسر المنتجة، يعني الفريق يشتري هذه الوجبات من الأسر المنتجة، يعني أيضا يفيدوا الناس المحتاجة في هذا المشروع. ودعوة أيضا لأصحاب الأيادي البيضاء، سواء شركات المياه، المرطبات، المطاعم، الناس، الأفراد اللي حاب يتبرع، أنا بحط أرقامهم. الجماعة تحب تتبرع بوجبات عن طريق مطاعم أو مياه شركات، أو حتى بروحك تشتريهم أو تتبرع بمبالغ، الفريق موجود هنا ومعتمد من وزارة التنمية، وحط لكم أرقامهم وحساباتهم. اللي ما يحب يتواصل عن طريق التليفون ممكن يتبرع عن طريق حساب أو حسابات البنكية اللي راح أحطها بعد هذا البوست. أعيد وأكرر لأصحاب الأيادي البيضاء، المطاعم، الشركات، الأفراد، تريد جهة موثوقة توزع للصائم إفطار، تواصل مع الجماعة، لأن فعلا هم محتاجين هذه التبرعات للتوزيع للناس الصائمين والمارين في هذه المنطقة. فنقولكم في ميزان حسناتكم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرا في مثل هذه الأعمال الخيرية. بارك الله فيكم. الفكرة اليوم انهم يوزعوا 500 وجبة، ونحن نصور في احد المتبرعين جزاه الله الخير جاب 300 وجبة وتم توزيعها الحمد لله كلها. شوفوا الان الخيمة فاضية الحمد لله.